افتتح امس الموسم الحموي والسياحي بولاية سعيدة، وذلك بغابة العقبان، لتكون انطلاقة سياحية جديدة بعد التهيئة التي عرفتها من انجاز لطريق جديد مؤدي اليها، وحظيرة للمركبات وافتتاح مقهى داخل هذا الفضاء ومحل شواء وشلال اصطناعية، حيث اشرف والي الولاية على فعالية هذه المناسبة بحضور كافة شركاء القطاع والعائلات السعيدية التي استمتعت باجواء بهجة للفرق الفولكلورية والخيمة العملاقة، وكذا المعرض المنظم حول المنتوج السياحي الحموي والمنتوجات الخاصة بالصناعة التقليدية. هذا ويرتقب أن يكون الموسم الجاري محطة للترويج السياحي لمختلف المحطات الحموية المتواجدة بالولاية. Thank you.